ديالو كان مرا هذا المصاب ولكن تحنا لقونا واحد كم عافاك ها كم عافاك واش ما عافاك عطيني الكاميرا سيري الكاميرا شي كبير واش وحشنا العوده للجماهير والكره بلا جمهور ما كتسوى والو والجمهور بلاص في المدرجات وان شاء الله اليوم نحققوا نتيجه ايجابيه للزمالك بفضل الجمهور الغفير اللي جا اليوم ان شاء الله. بس سمعت اخويا الجمهور رجع التيران ديك الليله صراحه ما جاتنيش النعاس وبقيت فايق وحاولت نجيب تيكي والحمد لله استطعنا وان شاء الله نحقق اليوم نتيجه ايجابيه ان شاء الله. الوداد ديما الوداد ما كاينه الحمراء وتوحشنا الوداد وتوحشنا الجماهير ان شاء الله. العدد ديالو عندهم جوازات سفر مصريه ويا هذا راه نهار عيد هذا راه ماشي راه نهار سبيسيال عندنا وسيرتو ماتش جانا مع الزمالك ماتش كبير وفرحانين بالرجوع للمدرجات ديما وداد اخو ديما وداد حنا ما كنعايرو حتى واحد حنا بينا الوداد كنشجع كنعرفو غير الوداد شي حاجه اخرى ما سوقناش اللي ربح ربح اللي خسر خسر حنا الوداد ان شاء الله اليوم 3 بوانيت اربعين في الجروبات المهم باتش باراج مع الزمالك احسن حاجه كاينه دابا هي ان الجمهور رجع وكيف قال لك الدري ديما وداد اخويا حتى الموت ان شاء الله مربوحه ان شاء الله توحشت التيران واخويا راه باينه توحشنا التيران راه عامين اخويا حنا محبوسين اخويا راه باينه راه ديما وداد وكاع جراد المهم حيد خويا الله يحفظك ليه جوازات سفر مصريه الفكره كيفاش جاتني يا اخي يعني البارحه انا بعدا ما كانتش متاح ليا الوقت باش نجي نتفرج في الرجاء بعد كيف شتي التيران دابا راه حابسين شي عامين دابا يعني استغليت الفرصه اليوم نجي نتفرج في ماتش ديال الوداد والزمالك بانه غادي يكون ماتش زوين ديربي على الصعيد الافريقي يعني كان عندي واخا انا رجاوي جيت نتفرج في الوداد ما عنديش مشكل جيت نتمتع بالماتش تقريبا كنتمنى اللي دار بون ماتش يدي 3 بوان واخا كي شويه عندي الاحساس ان الوداد تربح حيت كتبقى يعني احنا مغاربه نبغوا الخير لخوتنا يعني خيرنا ما يديش غيرنا كيف ما كيقولوا ولكن انا حاليا دابا طيلت ديك 90 دقيقه نبغي اللي دار بون ماتش يربح ترجمة
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.